اللي راح نشوف هذا التقرير ولكن بعد الفاصل. My name is Badr Anwar Al Ramyan. I've been playing MMA for 6 years and I represent War Lions MMA Academy. I usually train 4 hours a day. I jog on the beach, I shadow box on the beach, I go to the gym. I play all types of martial arts. I play jiu-jitsu, judo, kickboxing, Muay Thai. It's pretty intense. It's pretty frustrating, but I'm doing all I can to win the GFC. Hey, finish it! I respect my opponent. I've heard a lot about him. I've heard he's a pretty good fighter, but thanks to my training, I'm pretty sure he doesn't have much of a chance against me. نفس ما شفنا في التقرير التالي، بدر رميان لاعب يتميز بالسرعة ويتميز بالاسترايك. صالح، كلمنا عن نقاط القوة ونقاط الضعف لكل اللاعبين. طبعا من خلال ما السيفيات اللي استعرضناهم شفنا بدر رميان يمكن يسحب اللعب لوضعية الوقوف، وهذا الطريقة أو الخطة الكلاسيكية. عبد الهادي طبعا بما أنه لاعب متخصص في الجوجيتسو البرازيلية، يمكن نقطة قوته الأكبر راح تكون في اللعب الأرضي، وبالتالي أكيد راح يسحب النزال للوضعية الأرضية. ولكن هذا السيناريو خلينا نقول الكلاسيك أو السيناريو الأساسي، ممكن كل لاعب من خلال مدرب يكون عامل خطة مختلفة أو فيها مباغتة أو خروج عن المألوف في النزال. طبعا يانا حق اللحظات الحاسمة واللحظات الأصعب اللي مر فيها اللاعب، وهو قبل النزال بعشر دقائق. بجي اف سي حرصنا أن نغطي هذه الأحداث اللي راح تشوفونها من خلال هذا التقرير، تابعونا. انتقل حق احد اللاعبين بعد المشاركين في بطوله حرب الاسود اليوم، معانا اللاعب عبد الهادي العدواني، يعطيك العافيه. الله يعافيك. عبد الهادي، كلمنا عن استعداداتك قبل البطوله. والله الحمد لله، تدريب يومي و يعني سوينا كل اللي نقدر عليه والباقي على الله ان شاء الله. شلون روح المعنويه عندك؟ الحمد لله تمام. انت راح تكون مباراه ثانيه، عدل؟ عدل. ضد منو؟ بدر رميان. بالتوفيق يا عبد الهادي. حبيبي اجمعين. بدر رميان، كلمنا عن استعداداتك بالبطولة. والله يعني إن شاء الله مستعد وبإذن الله يعني أخذ الحزام، وإن شاء الله مستعد إن شاء الله. زين، أنت تتوقع الفوز ولا الخسارة اليوم؟ إن شاء الله الفوز إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا بدر موفق. إن شاء الله. طبعا نفس ما شفنا في اللحظات الأخيرة اللي قبل النزال، شفنا الحماس، شفنا اللاعبين، بس كان واضح عليهم التوتر، وكل لاعب بيحاول يخفي هذا التوتر. إعدادات وتجهيزات كبيرة للحظة الحاسمة، لحظة النزال بين بدر رميان وعبد الهادي العدواني. تابعوا معنا، خلينا نشوف كلنا نزال لوزن تحت 61 كيلوغرام. Take the door off the hinge.
clinical. Man on subliminal, I'm physical. Financial and mental to be a general. Hey, your mama claims she want a soldier. Not the type be in the tank, but in that rover. Man, please, I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man. عبد الهادي العدواني. بدر الرمية. والآن يتفضل الحكم بليك غرايس لإدارة النزال. Let's go guys, come here. Come here. All right, you know the rules. We will have a clean fight. Obey my commands. Protect yourself at all times. Touch them up. Let's fight on the bell. طبعا يبدا النزال الان. كابتن طبعا عبد الهادي العدواني كان متحمس لبطوله جي اف سي 1 وكان حريص على من اول المشاركين في هذه البطوله. طبعا لاعب بدر رميان هو لاعب وور ليون مدرب عمر حافظ. وهذا النزال طبعا راح يتميز بالجوجيتسو والسترايك. هني نزل ملاحظ من اللعب من اوله ان عبد الهادي يبي يحاول ياخذ اللاعب بدر الى الارض وتمكن من اخذه للارض. الحين يحاول هو يسيطر ولكن مسك بدر رميان محاوله الخنق. فالحين هو لازم يحاول يعني يتخلص منها يطلع راسه. طبعا الحركه مو كامله. الحركه مو كامله ما هي قويه يعني ممكن ان الحين يطلع راسه لان الايد الثانيه بدر مو ماسكه ايده الثانيه فما اعتقد راح يقدر ياخذ الخنق. راح يطلع صعد الحين فوق هو وضعيه الماونت يسمونها. نعم. اللي هي وضعيه الصعود. هنا ممكن يسيطر على اللاعب اللي تحت فتصير مسكته ضعيفه. عبد الهادي قلب الحركه مسكها ماخذ وضعيه الحين خنق. نعم. عبد الهادي ماخذ بدر وضعيه الخنق. طبعا لاحظ الحكم على طول اول ما مسك الشبك الحكم شال ايده. شال ايده طبعا من راح النزال فلت منها بدر رميان. فلت منها. نعم صارت الحين ستاندين الحين عطاه ربع الوجه مسك مره ثانيه حاول ينزل مره ثانيه. هذا التيك داون طبعا التيك داون هو الاكثر ياخذ نقاط اللي السيطره كابتن. طبعا هذه اللعبه من فئه ايضا المحترفين اللي ما فيها ضرب على الوجه في الوضعيه الارضيه. نعم فنفس الشيء الحين سيطر هو فوق بحاول ياخذ خنق يعني خنق من الخلف. طبعا اعتقد انه مسك كاملة. اعتقد انه مسك. بدر يحاول يطلع. اعتقد انه مسيطر عبد الهادي عليه. سلم مسيطر في الدقيقتين تقريبا 10 ثواني. دقيقتين 10 ثواني سيطر. طبعا عبد الهادي من اول ما دش هو بيحاول ياخذه لان هذاك متخصص موي تاي فحاول ياخذه ارضي لانه هو متمكن بالارضي. هذا اللعب الحبي لما يصير النزال في بدايه يكون في خصم حبي او نزال شريف يكون نهايته المحبه. نعم نعم. فاز المحارب بالركن الازرق في الدقيقه الثانيه و13 ثانيه بحركه الخنق عبد الهادي العدواني. تحية للبطل بدر الرميان. والآن تكريم المحارب عبد الهادي العدواني.